ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، البشير النذير والسراج المنير، سيد الأولين والآخرين، الرحمة المهداة والنعمة المستاة، المرسل رحمة للعالمين. أما بعد، ترحل الشهر المبارك. نعم، ترحل الشهر المبارك وانصرم، وفاز المشمر بالجنان ومن خدم، وتقاعص الغافل وحرم. فكيف حالي وحالكم بعد رمضان؟ سؤال عريض، سؤال عريض، واسع معناه، دقيق مغزاه، محير لمن للتو تلقاه. فهل دام الحال على حاله، أم هاو إلى منعرج لغير حاله؟ يأتي رمضان على شوق منا ولهفة، فتعلو الهمم وتتضاعف العزائم، ويشتد السباق، وتجدنا نثابر على قدم وساق، نتحدى ما كان آنفا من الصعوبات، تتجافى جنوبنا عن المضاجع، وتتجاحظ أعيننا لتقر وتنعم بتلاوة أوثق المنابع، وتلامس أيدينا صفحات أشرف المراجع، وتنحني جباهنا وقلوبنا بلوعة الساجد الراكع. ترانا منكسرين متذللين لله، تنسكب الدموع والعبرات من قلوب رقيقة مرقة، تنازلت عن كل المنغصات من كبر وقسوة وأنانية، فصارت في أرق حللها النبيلة الشريفة تخضع وتخنع مبتهلة راجية رحمة الرحيم الرحمن. لا تمل ولا تكل من فرض أو نفل وحتى مستحب، تصنفه في واجب تكره الحرمان من فضله وثوابه. فتسر المودة والرحمة بين الخلائق، وتسطع النفس في أبدع صور الائتلاف والتلاحم والصفح والتسامح. فالفطن الذكي منا من أكمل المسير على هذا المنوال، وتثبت ولم تزحزحه ريح ولا هوى ميال، ولم يترك لترسل الشيطان له منفذا ولا بصيص آمال. فرمضان يأتي ويفوت، والله عز وجل حي لا يموت. فلنبقى مستمسكين بالعروة الوثقى والحبل المتين، وبالثبات على الدين واليقين، في رمضان وفي شوال وفي عدة الأشهر كلها. وما رمضان إلا محطة نتزود منها ما يكفينا، خلال العام، فهو أيام معدودات نتدرب فيها وننهل منها ما يثبتنا ويقوينا لسائر المتبقيات من الأيام، مقتدين في ذلك بحبيبنا وأفضلنا وأتقانا وأثبتنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يناجي ربه بالثبات على الطريق الحق داعياً: اللهم يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. فإن كان عليه أفضل الصلاة والسلام يقولها مرة أو ثلاث مرات في اليوم، وهو من هو؟ فما هو العدد الذي نحتاجه نحن لنتضرع به إلى الله عز وجل، حتى نبقى ونظل ثابتين على صراطه المستقيم وحبله المتين؟ ختم الله لي ولكم بالخيرات والبركات، وجعلني وإياكم في ديوان الصالحين والصالحات، وثبتني وثبتكم في أشهر كلها،
على صراطه المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.